إثارة التاريخ، إثارة التاريخ، ولا تحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله يعلم أني قد أكرمني الله بفقد البصر حتى لا أرى وجوه الظالمين، حتى لا أرى وجوه الظالمين. إنسان ينام على البلاط في السجن ولا طعام له إلا المسك، ولا ثياب له إلا ثياب مرقعة، ولا يدخل دورة المياه إلا كل ثلاث ارتاح مرة وملئ بكلب مدرب. أتدرون مدرب على ماذا؟ على أكل لحوم البشر؟ لا، مدرب على أن يتعرف على الناس؟ لا، مدرب على الجن. أتدرون ما معنى هذا؟ كلب مدرب على الجن يؤتى بالمظلومين في السجون ويقيدون ويقفز الكلب عليهم فيزني بهم. كلب مدرب على الجن يفعل الفاحشة بالآدميين في السجن الحربي. وكان في السجن الحربي كلابا، الكلب اعلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب، كلاب رباها الكلاب لتنهك لحوم الموحدين، وتعددت اسماء الكلاب التي سماها الكلاب. اكرم المواطنين واعزوهم، اعزوهم باكل الكلاب لأكثر مثل. زلزالة في سجن ترى ذهبت إليها ودخلتها أيام كنت قديما، دخلتها عند غروب الشمس زلزالة منفردة، إذا دخل الليل شعرت أنك قد انتقلت من الدنيا إلى العالم الآخر. يومهم